الدراري يلعبوا مزيان تقاتلوا هادوك راه شتي اللعب ديالهم فيهم الغواط وفيهم الصداع مرونين والمنتخب الكره هي هادي ما عندنا ما نديرو والمدرب كان دخلنا بالاولى مدخل هادوك اللي لعبوا لنا بالاولى ما داروا والو ولكن المنتخب ديالنا راه خدم ماشي ما خدمش راه كره هادي والمنتخب المصري راه شتي البكيان والطحين وحرب الاربي ديال التوش ما خلاوش يقعد لعب والحمد لله نشكروه على الكره هي هذه بلاص الزياش بانت بلاص الحمد لله حتى هو ما كاينش اللي غيماركي اون بوين ما كاينش شكون اللي غيماركي لينا حنايا بلاص الزياش واش بوفال كيخرج واش بو دعوه الله بوفال غيخرج المنتخب المصري قام بدلي عليه والمنتخب الوطني حتى هو قام لي عليه رغم بعض العراقيل اللي واجهت المنتخب الوطني بعض التغييرات اللي ما كانش في المحل ديالها السيد المدرب ما انتبهش انه هو في الدوزيام ميطون خاصو يعني يبدل واحد دوز اتاكول قدام ويعتمد على واحد الخطه ديال 3-5-2 على اساس باش يعمر هذيك لا لين الميليو تيران ونبقاو محافظين ضامنين على الماتش يعني الخطا كامل كيرجع للسيد المدرب لانه هو اللي ما انتبهش لانه خاصو يعمل واحد دو شونجمون في لا لين دافون هذوك اللعابه اللي دخلهم في واحد الوقت متاخر اللعابه حنا كنشكروهم من هذا المنبر كنشكروهم وكنوجه لهم التحيه وكنقول لهم اسيدي ميرسي بوكو داكشي اللي عطيتو للدوله المغربيه ولكن الخطا كامل يعني خطا تكتيكي ترجع للمدرب هنيئا للمنتخب المصري وحد اوفر للمنتخب المغربي اللي بغيت نعرف انا علاش حمد الله علاش ما كيتناداش على المهاجم والقناص عبد الرزاق حمد الله علاش سؤال عريض السؤال المطروح علاش ما كناديوش على عبد الرزاق حمد الله الجناح الطائر سفيان رحيمي ما دخلت لاخر ماتش باش ملي الشعب يبدا يسالكم علاش خسرتوا علاش رجعتوا راه دخلنا وجربنا جميع اللعابه لنكون واقعيين غنبقاو نتربصوا سنه تلو الاخرى وكاس تلو الاخر في هاد المشاكل علاش حيتاش المنتخب كيتدخلوا فيه عده اشخاص وكنركز عليها مزيان.